نحن والأبدية سكان هذا البلد. انطلقت فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشام بتجمعنا الذي تقيمه غرفة تجارة دمشق في حديقة تشرين بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظة دمشق، حيث يستمر شهرا كاملا. وتخلل الافتتاح عرض فيلم وثائقي عن سوريا وفقرة غنائية وموسيقية ولوحات فولكلورية راقصة قدمتها فرقة جل النار.